الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. إذا رأى صاحب الرؤيا أنه يأكل السمك مع الحبيب في المنام يعبر عن الحظ السعيد القادم في الحياة والله أعلم. وفي حال رأت المرأة المتزوجة أكل السمك مع الحبيب في المنام يدل على الرزق القادم الكثير لها ولزوجها ولها والله أعلم. وفي حال رأت الفتاة العزباء أكل السمك مع الحبيب يدل على الزواج من رجل تحبه والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء أكل السمك ربما يؤول على الخير والسعادة القادمة لها في الحياة والله أعلم. أكل السمك بدون شوك في المنام يدل على الحصول على المال بسهولة والله أعلم. وفي حال رأى الحالم أكل السمك بدون شوك في المنام يكون إشارة على السعادة بإذن الله. رؤية الفتاة العزباء أكل السمك ربما يؤول على تحقيق الأهداف والأحلام في الحياة. في حال رأت المرأة المتزوجة أكل السمك بدون شوك في المنام يكون إشارة على الرزق القادم لها بإذن الله. طبخ السمك لإنسان ميت في المنام يدل على الخير القادم لصاحب الرؤيا. في حال رأى الحالم طبخ السمك للميت في المنام يدل على التذكير للميت بالدعاء والاستغفار والله أعلم. إذا رأت المرأة المتزوجة طبخ السمك للميت في المنام يعبر عن الأعمال الصالحة للميت والله أعلم. حلم الميت يقلي السمك في المنام إشارة على تحقيق الأهداف لصاحب الرؤيا. إذا رأت المرأة المتزوجة الميت يقلي سمك في المنام يعبر عن اجتهادها في العمل والله أعلم. رؤية الفتاة العزباء الميت يقلي السمك ربما يؤول على الخير والرزق إن شاء الله. أكل السمك الفاليه في المنام يعبر أكل السمك عن الخير القادم لصاحب الرؤيا. في حال رأى الحالم أكل السمك الكبير يعبر عن المكاسب والله أعلى وأعلم.